الآن مشاهدينا أهلا بكم وموجز الأخبار من ميسات. وصل رئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة عقب جولة خارجية شملت كل من غينيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوت ديفوار وسنغال. وأكد السفير بسام رادي المتحدث باسم الرئاسة أن جولة رئيس الخارجية إلى غرب أفريقيا جاءت في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة إلى التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خصوصا في ضوء رئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي. اقتصاديا، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وأن إدارة صندوق تتمنى التعاون مجددا مع مصر. وأوضح عامر على هامش مشاركته في اجتماعات ربيع لصندوق النقد الدولي أن مصر ليست معزولة عن العالم، بل هي جزء من منظومة تتأثر بها بما يحدث فيها، مضيفا أن مصر تنتهج سياسات ليبرالية لأن الاقتصاد المصري يحتاج لنمو من مصادر مختلفة للتمويل وليس بالمدخرات المحلية التي لا تكفي لتحقيق نسب التنمية المطلوبة، خصوصا في ظل زيادة سكانية وأعداد الخارجين. عربيا، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس العسكري في السودان. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف قد أعلن التنازل عن منصبه وتعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن تأجيل اجتماعه مع القوى السياسية في البلاد إلى أجل غير مسمى. ودوليا، حضر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره البرازيلي جاير بولسونارو من مغبة أي تدخل عسكري في فنزويلا. وقال مادورو أن هذا التهديد الذي يتحدث عنه بولسونارو بغزو عسكري للبلاد هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية واتفاقات التعاون بين البرازيل وفنزويلا القائمة لأكثر من قرن، مضيفا أن الشعب الفنزويلي يرفض بشكل قاطع هذا التهديد. ورياضيا، يسعى النادي الأهلي إلى رد اعتباره أمام فريق ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي في 6 مساء على استادي برج العرب بالإسكندرية بإياب الدوري ربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا. وكان المارد الأحمر قد خسر في لقاء ذهاب أمام سانداونز بخماسية نظيفة لتصبح مهمته شبه مستحيلة في بلوغ الدور النصف النهائي من منافسات البطولة. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.